أهلا بكم أيها الأحبة، صباحكم هدايا رائعة وجميلة بإذن الله تعالى. اليوم اخترنا لكم هدية، وهدية يعني بإذن الله تعالى تروق لكم وتعجبكم. الكثير من القصص والحكايات التي قدمناها لكم كهدايا صباحية مستمعينا، لكن هذه المرة سنتجه إلى نوع آخر من القصص، وهذه القصص تعتبر قصص شهيرة جدا في التراث والأدب والأحداث عموما العربية والإسلامية. الكثير من القصص الشهيرة جدا التي عبر أصحاب هذه القصص عن فراسة وعن ذكاء وعن حكمة وعن حنكة. اليوم ستكون هديتنا ضمن هذا السياق وهذه الفكرة بعض القصص التي أكدت على فراسة العرب وذكائهم وحنكتهم في التصرف تجاه بعض الأحداث. من هذه القصص مستمعينا ما جرى بين المرأة البرمكية والخليفة هارون الرشيد. دخلت امرأة من آل برمك على الخليفة هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت له: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما أتاك وأتم سعدك. فقال لها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فسألهم: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد لأصحابه وقد كان معهود عنه البلاغة: ما أظنكم فهمتم مقصدها، فأما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها فرحك بما أتاك فأخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قولها أتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر: إذا تم شيئا بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. فتعجب أصحاب الخليفة العباسي هارون الرشيد من بلاغة المرأة البرمكية وعلم كلامها الغزير، فقد كانت تدعو عليه بدل الدعاء له من دون أن يلاحظ فقهاء القوم. وأما العجب الأكبر فكان حنكة هارون الرشيد وذكاؤه في فهم مقصد المرأة ومطلبها، حيث كان حذرا جدا معها وفهم بالضبط ما كانت ترمي إليه. ننتقل إلى قصة أخرى. استودع رجلا آخر مالا ثم طالبه به فأنكر،
فخاصمه إلى إياس بن معاوية القاضي وقال: دفعت إليه مالا في الموضع الفلاني. قال إياس: فأي شيء كان في ذلك الموضع؟ قال: شجرة. قال: فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر إلى تلك الشجرة، فلعل الله يوضح لك هناك ما تبين به حقك، أو لعلك دفنت مالك عند الشجرة ثم نسيت فتتذكر إذا رأيت الشجرة. فمضى. وقال إياس للمطالب بالمال: اجلس حتى يرجع صاحبك. فجلس، وانشغل إياس عنه بالنظر في قضايا الناس وهو ينظر إليه بين الحين والحين. ثم التفت إياس إليه فجأة وقال: ترى هل بلغ صاحبك الآن موضع الشجرة؟ فأجاب الرجل: لا أظن، فهي بعيدة. فقال: يا عدو الله، هات المال، فقد أقررت على نفسك. وننتقل أيضا إلى حكاية ثالثة وأخيرة فيها نفس الشيء، في نفس السياق. نتكلم عن الدهاء، نتكلم عن الحكمة والحنكة والفهم. حكي أن رجلا حلف ألا يتزوج حتى يكتب حيل النساء ومكرهن، فاستعد للسفر وأخذ ما يحتاج إليه وسار يطلب البلاد حتى يكتب حيل النساء، فكتب في ذلك مجلدات كثيرة وانصرف راجعا إلى بلده وأهله. فبينما هو سائر وهو سعيد ببلوغ أمنيته، وصل قرية قريبة من قرى العرب، وفيها أمير كبير، وكان الرجل بينه وبين الأمير مصادقة، فسلم عليه الأمير وسأله عن غيبته فأخبره بما قصد وحصل عليه. فتعجب الأمير من ذلك وحلف عليه أن يبيت عنده، وقال: إن عندنا الآن ضيوف هذه البلاد من أعمامي، وأنت الليلة بائت عندي كي تحدثني من هذه الكتب. فنزل الرجل عنده ودخل به الأمير على زوجته وأمرها بضيافته وإكرامه، ثم خرج إلى ضيوفه. فقالت له المرأة: ما هذه الكتب التي معك؟ فقال لها الرجل: كتب فيها حيل النساء. فقالت له: حيل النساء كلها؟ فقال لها: نعم. فابتسمت عجبا فما رآها هكذا حتى احتوت على كل قلبه، فقالت له: أنتم يا أهل المدن كملتم في كل فضل وفضيلة بإمكان وإتقان، إلا أنكم ما لكم على السر كتمان. فقال لها وقد أخذت بمجامع قلبه: ما معنى كلامك؟ فقالت له: إني مبينة إليك بسر، فهل أسمعه من أحد غيرك؟ فقال لها: وما هو؟ قالت: أن تأتيني ليلا. فقال لها وقد طار عقله فرحا وشوقا: يا أميرة العرب، قد شوقت الخاطر. فلما كان المساء وجاءها في بيتها، قالت له: يا خوان، هكذا تدخل بيوت العرب
أتريد الآن أن أصرخ الساعة صرخة تدخل عليك القوم ويجعلون أكبر قطعة فيك قدر شحمة أذنيك؟ فلما سمع كلامها وعاين فعلها أيقن الموت، فقال: يا سيدة العرب، الجيرة أرجوك. فقالت له: لا، أتزعم أنك كتبت حيل النساء؟ والله لو عشت عمر نوح وكان معك مال قارون وصبرت صبر أيوب ما حصلت على عشر مال النساء من المكر والدهاء. ألا يا جاهل، تمنى كيف تموت. فما قدر أن ينطق وتحقق بالموت، فتضرع إليها وبكى وقال: أنا تائب إلى الله تعالى على يدك، فاطلقيني واجعليني من بعض عتقائك. فقالت له: لابد من تلف روحك. ثم صرخت صرخة فانفتح الباب، فمات الرجل في جلده وأغمي عليه، وعند ذلك قامت بأسرع من البرق ورفسته برجلها، فوقع على وجهه بإزاء الطعام مغشيا عليه. فدخل زوجها وقال لها: ما هذه الصرخة وما حال ضيفي؟ فقالت على الفور: أتى بالطعام فأكله فغص بلقمة، فخفت عليه أن يموت، فصرخت ثم رفسته فوقعت اللقمة ثم زالت الغصة. وهذه قصتي معه. ثم رشت الماء على وجهه ففتح عينيه، فاستحى من صاحب المنزل، فأقبلت المرأة على الرجل وهو لا يصدق بالحياة، وقالت له: هل كتبت مثل هذه في كتبك يا بطل؟ فقال لها: لا والله، إني تائب على يديك، ما بقيت أكتب شيئا عن حيل النساء. ثم قام ورمى جميع الكتب وذهب إلى حال سبيله. هذه كانت القصة الثالثة والأخيرة ضمن هديتنا الصباحية لليوم. عموما هناك يعني كم هائل جدا من القصص الرائعة التي تشير سواء يعني دهاء العرب والسرعة، طبعا سرعة البديهة والحكمة والبلاغة والفراسة، وكذلك فيما يتعلق بالقصة الأخيرة عن دهاء النساء عموما. هذه كانت هديتنا الصباحية لليوم، نتمنى بالفعل أن نكون وفقنا في تقديمها وتكون راقت لكم، وصباحكم دائما هدايا جميلة ورائعة.